التواصل يستمر مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء اينما كنتم، وعلى البركه نتحرك بشوط اخر وهو الشوط الثامن في مجموع اشواطنا في صباح هذا اليوم، وخصص لفئه اللقايه المهجنات الاصايل، الفئه فئه الابكار، شعارات ابناء القبائل، المسافه بالخمسه كيلو مترات والتحدي قائم في هذا المهرجان. نحن نتابع ايضا المقدمه، نتابع الصداره، نتابع ايضا شعار جميل يندفع ويسجل حضوره على المقدمة، راشد بن سعيد بالغافرية من يقدم الخوارة بالمراكز الأولى، عاشق سلالة الخوار وعاشق هذا الاسم بالغافرية، دائما يغرد بهذه الأسماء الجميلة. المركز الثاني فهنا نسايم سلطان بن طالب المبارك بالقوبة، أما المركز الثالث تأتينا براقة خليفة بن حمد ابن سليم من يقدم لنا براقة بالمركز الثالث، والمركز الرابع هذه اللي وصلتنا امواج احمد بن مبارك بن دحروي العامري من يقدم لنا امواج، يقدم لنا طوفان، يقدم لنا يعني درر في الميادين، في كل الميادين. المركز الخامس فهنا شعار ابو خليفه، شعار خليفه بن سالم ابو الضبيعه من يتقدم مع فراجه، وشعار ايضا بن صويح مع روان محمد بن صويح بن علوبه العامري. والمركز السابع مشغوله راشد بن صابر بن سعيد الاشتبي من يقدم لنا مشغونه بالمركز السابع. والمركز الثامن شعار ايضا مطار بن سالم بالعرطي الحميري. المركز التاسع فهنا الشاهينيه راشد بن علي بن كليب، اما المركز العاشر تاتينا صناعه شريجي بن محمد بن معدن، ما ادري اي صناعه، من اي صناعه شاهين صوغان، اظن سلاله الشاهينيه، شاهين هو اللي يجيب هنا على هذا اللون الاصفر. طيب نتابع، يلا يا ابو سعيد، يلا يا مطر يا بالعرطي، يلا يا مطر، نعم خلك قدام هناك نبغيك تكون راس، راس هناك عند منو اللي يقود المسير بالغافريه هو من ياخذ المركز الاول، هو من يرسل اشارات الخطوره مع الخواره راشد بن سعيد بالغافريه. يلا يا ابو حمد، ركز بس، ركز اصبر، قلنا ركز، لا قلنا ما قلنا تامر، لا تأمر ولا تحرك وجاب. طيب ناخذ المركز الثاني، هذه خطيرة والله، هذه خطورة معها، والآمال والطموح مع المركز الثاني اللي هي أمواج بن دحروي. أمواج هذا الاسم عرفتوا أن أمواج أغلى عطر في العالم، هذه أمواج، معروفة العطر هذا، وأمواج بن دحروي أغلى بكرة يعني بتكون في العالم. هذا راقب بس يا بن كليب، راقب يا أبو محمد، راقب بن دحروي، لأنه يبغي يحطم التوقيت اليوم، يبغي يحطم توقيت الشوط الرئيسي. طيب ناخذ المركز بن صويح، مو بسيط، بن صويح واصل ايضا بينضم الى الجماعه، يرسل روان، ايضا الى المعركه. هذه المجموعه الاولى، خلاص ما حد بيوصلهم، المجموعه الثانيه انسحبوا بعيد يعني، مو بالانسحاب يعني بسيط، مجموعه ثانيه ارواحهم سووا لهم شوط، هني بنتم عند الجماعه، نحن عند الجماعه بنتم، عند بن دحروي وعند بالغافريه وبن كليب وبن صويح، هم اللي موجودين في المقدمة، أبو سعيد ركز يا بالغافرية، لأن بن دحروي بدأ يقدم أمواج، تتقدم الآن، واللي تشاركك المسير، اللي هي الخوارة بالغافرية، وعندنا شاهينية بن كليب. هذه المجموعة الأولى، يا منير، ركز يا على الخامس، اصبر يا محمد، أشوف الجماعة،
اعتزوا من الخلف، اعتزوا من الخلف الجماعة. بو يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بمن حبا او دبا، يا مرحبا من التراب الى السحاب، يا مرحبا بكم يا اخوان. شم وصلتوا وصلتوا، تقربوا قربوا عندنا، نرحبكم. وصل بالحميدان ابو، هنا هنا ايضا الشايبه، هنا شايبه من حميدان واصله، وواصله ايضا صناعه شريجي بن محمد بن معدن. هذه الاسماء اللي وصلتنا، ولكن نحن بنسير، بنسير عند اللي يسيرون، بنسير عند اللي يتحدون، بنسير عند اللي يجاهدون، بنسير عند اللي يصارعون على المقدمة. بن دحروي وبن كليب، بن دحروي وبن كليب، ولكن الله طافت 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 بقوة الأصالة وقوة هذا الشعار. ولكنك لا تأمن يا بن كليب، هذه 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 اللي بمركز الثاني أمواج، هذه عندها عندها المزيد، عندها المزيد، وعندها أيضا متى ما كلمها بن دحروي هي بتتكلم، هي بتتكلم بتتكلم. راحت وراحت لي هسه بقعادة، راحت ما شاء الله. افتح يا كيلو أبوابك، افتح يا كيلو الأخير أبوابك، استقبل 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 اللي هي الشاهينية المملوكة للسيد راشد بن علي بن كليب، من يقدم الشاهينية بالمركز الأول. يلا يا بن دحروي شو انت تنظر بعد؟ طلع العصام الأبطان اللي ينخذ بالقوة، ما يرد إلا بالقوة. تبغي الناموس، حرك، عطها عصا، عطها العصا لمن عصا. بن حميدان بالمركز الثالث، وبن صويح بالمركز الرابع. هذه الاسماء، هذه الاسماء، امواج 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 امواج. والشاهينيه، شاهينيه بن كليب، وامواج امواج ايضا تقترب، تنتظر 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 ما تنتظر، الله اعلم. تنتظر الاوامر لتنقض على المركز الاول، ولا المركز الاول جهوزيته 10 على 10 10 على 10 تروح بالشوط، تروح بالشوط، تروح بالمركز الأول، تروح بالناموس الأول. هذه الشاهينية راشد بن علي بن كليب، ما زال يعني قائد، قائد الفيلق، قائد الفيلق وقائد الشوط. تتراجع اللي هي أمواج 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 بالمركز الثاني، وابن حميدان مع الشايبة بالمركز الثالث. ولكن الناموس، الناموس ذهب 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 ذهب، يحرك الآن، يحرك يحرك بن دحروي في الوقت الضايع، نلعب في الوقت الضايع، في الوقت الضايع. نشوف نشوف نشوف، وصلتنا في الوقت الضايع. ما طلعت الكلام يوم قلنا لك من أول حرك حرك، خلاص نقول الشاهينية 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 أمواج، الشاهينية أمواج، الشاهينية الشاهينية. سلام 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 لأبو محمد، سلام. نهني سيف العلي بن كليب على فوز الشاهينية بالمركز الأول، المركز الثاني بين أمواج أحمد المبارك بن دحروي العامري، المركز الثالث الشايبة الحمد محمد حميدان، المركز الرابع البن صويح، والخامس فهنا أيضا علي بن سالم بن سليم. توقيت الزمني ما يحضرنا التوقيت الزمني، طيب ما يحضرنا التوقيت الزمني.